ونشوف مع بعض. احنا عندنا سي فود عباره عن كاليماري وجمبري وسمك وجندوفلي وكابوريا، معاهم بصل اخضر وزيت، فلفل الوان، بقدونس وبابريكا وكمون، بهارات سمك، مرقه وعصير برتقال. طبعا اكيد مفيش فته من غير رز ومن غير عيش. الرز بتاعها هيتعمل رز بسمتي، بصل اخضر، كرات، ملح، فلفل وجزر وزيت وحبهان، وطبعا مش هينفع فته من غير عيش، والنهارده هتستخدم عيش شامي. تمام. واحده واحده هتبتدي ازاي الرز؟ هنبتدي اول حاجه بالرز عشان ياخد وقته. تمام. اول حاجه هنحط الزيت. نبتدي كده، هي دلوقتي دي فته سي فود، وطبعا هنبتدي بالرز بتاعها، والرز هنا مستخدماه بسمتي مش رز مصري. لا، رز بسمتي. تمام. هو انا بحب الرز البسمتي، بحسه خفيف. وفي نفس الوقت كمان الرزايه دلوقتي احنا عايزين نبص بصة على حاجه سؤال. هنبص وانت بتشتغلي على مقادير الرز، بس انت دلوقتي حطيتي زيت. حطيت الزيت وهنزل عليه بصل اخضر. بصل وكرات. تمام. الاثنين هنحطهم على بعض. حلو قوي. مقادير الرز يا جماعه هنشوفها، عباره عن رز بسماتي، بصل اخضر، كرات، وملح وفلفل وجزر وزيت وحبهان. ده مقادير الرز، وطبعا الخبز المحمص اللي هيتقدم مع الفته. بص يا شيف، انا من الناس اللي بتحب تحط البهارات في الزيت. طبعًا. يعني بحبها تطلع تدي الريحه بتاعتها، الريحه العطريه بتاعتها. فانا هنا مجهزه الحبهان فاتحين، وشويه كمون. حبهان حب حصى بس بيداس عليه يتفتح بس عشان يدي الريحه، ما ينزلش الماده اللي جواه بس. والكمون هيديني وهحط رشه فلفل اسود. تمام. طب معانا اتصال مروه. ايوه، ازيك يا شيف؟ ازيك يا مروه عبد المنعم؟ ايوه، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه، اخبارك؟ منور كالعاده يا شيف. والله ربنا يخليك. النهارده لا، رانيا هي اللي منورانا النهارده. طبعا. يا مروه ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ وازيك يا رانيا، ان شاء الله تبقى حلقه حلوه. ربنا يخليكي يا مروه، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ميرسي قوي يا مروه. كده الحلقه كسر الدنيا حبيبتي. ربنا يخليكي يا مروه حبيبتي، ميرسي خالص. وان شاء الله بقى نشوف الاكلات الجميله اللي هتعمليها. يلا ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي. شكرا يا مروه، نورتينا. شايف شامم الريحه طالعه ازاي لما حطيت الكمون في الزيت ومع البصل والكرات؟ انا شايف الريحه. شامم. شايف الريحه. احنا بنشم ونشوف. لا بس هو طبعا انت يعني انت عامله جايبه من الاخر، يعني بصل مع الكرات مع ريحه الكمون، دايما الحاجات دي بتدي ريحه حلوه. انت عارفه شويه دول لو اتحط عليهم شويه فول هيبقوا ناجحين جدا. والله بكلمك بجد. والله فعلا الخلطه يعني. دي بجد بصل وكرات وشويه كمون وزيت. انتوا عايزين ايه بعد كده؟ اي حاجه هتتحط هتديكوا الطعم الاورينتال بتاعنا او الشرقي بتاعنا. هنزل بالجزر. هتكرمليه شويه. صح، هكرمله شويه. تمام. الريحه جايبه معايا على حاجات كتير قوي، يعني عارفه الكشري الاصفر؟ جايبه معايا على فول مثلا باسكندراني، يعني في كذا حاجه. اسكندراني، ما انا اسكندراني برضو يعني. اسكندراني. اهلا وسهلا، اجدع ناس. ربنا يخليك يا شيف. طبعا عايز اسالك على حاجه، المرقه اللي هتستخدميها للرز، مرقه ايه؟ بص، هو احنا كده كده هنحط ملح وفلفل وكده. هو انا جايبه بيون سمك. هنحطه على السي فود. تمام. لكن الناس تفهم بقى. لكن الرز هنعمله بميه عاديه، يعني الرز هنستعمل فيه ميه عاديه. طيب انا عايز بس اسال البيون دوت عشان برضو الناس تبقى فاهمه. انا إيه بجيب البيون. الجمبري. أيوة. باخد القشر بتاعه لما اجي اعمل سي فود او اي حاجه. باخد القشر وبسلقه مع طماطم وبصل وكرات، يعني بوكي جرني كامل. تمام. بتنزل بقى الميه دي، باخدها بصراحه يعني بخزنها. حلو. بشيلها في الفريزر. دي بتبقى بقى خلاصه يعني. عايزه تقول كده البهريز بتاع الجمبري يعني. دي بقى في سي فود، في اي حاجه فيها سمك كده بتطلع بتبقى اكتر من رائعه يعني. طيب كده احنا ممكن ننزلي بالرز. ننزل بالرز. طيب تكه صغيره عشان برضو في ناس كتير بتستغرب وتقول الرز البسمتي بتغسلوه ولا ما بتغسلوهوش؟ انت هتقولي وانا هكمل عليكي. قولي. انا بصراحه يعني ما بغسلش الرز البسمتي ولا بنقعه، بس بزود له الميه في السوا شويه. تمام. يعني بدل ما بحط مثلا كوباية مية لكوباية رز، لا بحط أكتر، يعني بحط كوبايتين مية لكوبايتين رز. في ناس بعد ما بتنقعه بتحط له برضو كوبايتين مية لكوبايتين رز، فبيعجن. مش كل الرز البسمتي بياخد نفس نسبة المية. تمام. حسب النوع. أنا عايز بس أوضح معلومة، لو أنتوا جايبين رز بسمتي سايب يعني بيتباع في الشكاير في المحلات، أرجوكم اغسلوه. صح. يعني أنتوا مش عارفين الرز السايب ده، لكن أنتوا لو جايبينه معلب من شركة محترمة بيفضل ما يفضل انه ما يتغسلش، بيتاخد زي ما هو كده وبينزل ولا غسيل ولا نقع.
هو دايما في الاكلات كمان اللي بتعوز رز بسمتي، الرز المتقفل المتكيس احسن من التاني. اكيد بس أكيد. بيقلب على لسان عصفور شويه. بيبقى اولا حجم الرزايه ما بتكبرش، بتبقى غريبه شويه. ده بيتعمل منه المندي كمان. بيبقى حلو قوي. انا كده هنزل بالميه. ميه هو كده، انا الميه سخنه والرز سخن، فهنزل سخن على سخن عشان ما يعجنش مني. هو ده احلى صوت في الدنيا. ايوه تحس انك انت شغاله صح. طبعا الرز هيتساب يتشرب شويه، وبعد كده هنروح نكمل الفته بتاعت السي فود. بس انا ما حطيتش الملح، هحط الملح بس. تمام كده خلاص، مش هنكتر الملح قوي. احنا حطينا كل توابلنا كمان هيتحط لنا. طيب انا هقول تاني بس واعيد تاني على الناس اللي حصل بالظبط. هو الرز البسماتي اتحط الاول شويه زيت معاهم بصل وكرات، اتشوحوا شويه، بعد كده نزلنا عليهم بالتوابل فلفل وحبهان، ونزلنا عليهم بكمون، وبعد كده حطيتي الجزر يتشوح شويه، وبعد كده نزلت عليهم بالميه، واخر حاجه حطيتي الملح. تمام كده بالنسبه لنا الرز هنسيبه يغلي، وبعد كده نوطي عليه يتشرب. ونبتدي نخش بقى على السي فود. الطبقه اللي بتبقى فوق الفته. طيب بتبقى فوق الرز. تمام تمام. معانا ايه من اسكندريه، ناخد ايه الاول. السلام عليكم يا ايه. الو الو ايه، ممكن اكلم شيف رانيا؟ معاكي شيف رانيا يا ايه. الو ازيك؟ اهلا يا ايه. علي صوتك يا ايه من فضلك. ازيك كده كويس؟ كده تمام يا ايه. ازيك يا ايه؟ تسلم ايدك. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي خالص. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. منورانا. ايوه انت من اسكندريه يا ايه؟ من اسكندريه. ايوه احنا النهارده عاملين سي فود يا ايه، وعايزين نعرف كده رايك ايه في الاكل السي فود ده. سمعتي عن السي فود الفته؟ لا بس السي ثانيه اكلها تحفه، اكيد هيطلع تحفه من ايديها. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي يا ايه. شكرا ليك يا ايه، تابعينا و سلمينا على كل اهل اسكندريه. يا رب يا رب دايما كده، يا رب يحفظها من كل سوء. ميرسي يا شيف، ربنا يخليك. طيب احنا سيبينا نتعامل بقى الطاسه دي بتاعتي عشان بعيد تمام. عنك. تمام. احنا بنشوح دلوقتي البصل الاخضر. ايوه تمام. وهتبتدي تدريجي تنزلي. انت قلتي لي انا عامله كل حاجه لوحدها السي فود. عشان كل حاجه فيهم بتاخد طيب. نسبه سوا. انت عايزه البصل الخضره تتبل ولا لا؟ يا دوبك بس تشم الزيت. يعني تمام. هننزل الاول شويه ثوم صغيرين. ايوه بس الثوم مع السي فود بيدي ريحه حلوه قوي. كويس كده تمام. ثوم بصل اخضر. هي بتستخدم البصل الاخضر، فواضح ان البصل الاخضر هيبقى ليه اكسير في الحكايه او طعم مختلف. هيدي فرق كبير اكيد طبعا. باين. هنبدا بقى ننزل بكل حاجه. يعني مثلا اول حاجه انا ممكن انزل بالحاجات اللي فيها الصدفيات. هي مستخدمه كابوريا، اهي رجلين كابوريا، وده جندوفلي اهو. كل حاجه طبعا مغسوله ومعصور عليها ليمون. ايه الفرق بين الجندوفلي الابيض والجندوفلي الغامق؟ يعني انا بس عايز السؤال ده كده معاك. يعني الاسكندرانيه يعني لينا احنا. يعني ايه الفرق؟ ما شاء الله. هو اولا هو ميزته انه كويس لانه فاتح اصلا من غير بنفسجي. تحس انك سلقاه قبل كده. لا هو حضرتك تعرف الجندفلي الحلو من مش بقى بالالوان، الجندفلي الحلو من الجندفلي اللي مش حلو نفتح. او ايوه، واول ما ينزل في النار يفتح كده زي ما حضرتك. طيب انت جايبه معاكي كمان جندفلي في بقى قلب الجندفلي. طيب ده قلب بلح البحر. طيب بصوا ده الجندفلي ورجلين الكابوريا تمام، وهتنزل هنا بالكراب او كابوريا. هي كابوريا مصنعه بس عشان تبقوا عارفين، هي قطع كابوريا ومعاها الكاليماري او قطع الصبيط. هي قطع صبيط مش كاليماري، خلينا واضحين بس عشان ايه، لانها كبيره شويه. انا بتكلم على اللون. هو الفرق في فرق في الالوان ولا لا؟ بلح البحر لونه غامق قوي، اسود غامق. البكلاويز احيانا او الجندوفلي، خلينا عشان بلاش بكلاويزي، الجندوفلي بيبقى فيه منه على بني، فيه منه على ابيض. والله يا شيف انا اعتقد ان هي زي كده انواع، يعني مدارس. مدارس يا مذاهب. ايوه طيب زي كده، مش في قطط سيامي وقطط رومي؟ أيوة. يعني حاجات كده. بس زي ما هي قلت انت سيامي دلوقتي، انا عايز افتكر بس حاجه. احنا 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 طبعا كل اخواتنا المسيحيين يعني صايمين. فاحنا عملنا كام حلقه طبعا عن سي فود قبل كده، بس احنا بنحاول دايما ان احنا نحاول نوفق دايما الحياه كلها، لان احنا ممكن حتى مش شرط ان اخواتنا مسلمين، احنا نفسنا بناكل الاكل دوت وعادي جدا ما بنعرفش انه صيامي ولا مش صيامي. صح. فاحنا بنعمل حاجه اللي هي في ايد اي حد يقدر يعملها، ما فيهاش امكانيات مثلا تكون غالية. يعني كميه السي فود اللي انت جايباها دي كلها على بعضها قد ايه؟ نص كيلو. نص كيلو، ولو بصيتوا لسعرها مش هتلاقوه غالي خالص، ويمكن ارخص من انكم تجيبوها في اي مطعم تاني. هتعمل اكله بالسي فود ارخص من الفرخه.
يعني ارخص من الناس تشتري فرخايا. طيب ننزل بالجمبري، والقطعة اللي انتم شايفينها الغامقة دي يا جماعة ده هو الجندوفلي او بلح بحر برضو، يعني برضو خلينا هو جندوفلي بس هو قلب جندوفلي كبير شوية اهو. وطبعا بس شايف اللون على طول الكابوريا بقت حمراء، ما هي الكابوريا بتحمر والجمبري هيحمر تمام. مع الاخضر بقى مع البصل الاخضر ليه بقى؟ شفت فكرة البصل الاخضر؟ أيوة. شايف الالوان ده؟ انا الالوان تمام. هننزل احنا كمان اخر حاجة فاضلك السمك مش كده؟ السمك، وبعدين هننزل بقى بفلفل الوان في الاخر. طيب تحبي ننزل الفلفل الالوان الاول قبل السمك؟ او انا بحب السمك في الاخر علشان عشان السمك اصله بيطرى طبعا مش كل الكميه، احنا عايزين بس حبه صغيره مش كده؟ انت عامله مجرد ده هيتحط بس ده التوب بتاع الفته يعني ايوه هو هياخد بس الريحه. احنا ممكن نوطي بقى الرز، ايه دي الرز بتاعنا. طب احنا كده فاضل لنا ايه على هنا عشان نخلص السمك بس مش كده؟ فاضل لنا السمك. طيب. يا دوبك هياخد غلوه. احنا ممكن ننزل بفاصل، ننزل بفاصل كده يا جماعه نكون طبعا السمك يكون خلاص دخل خلاص سي فود كده مش محتاج اكتر من ياخد توابله. بس انا هنزل عليه بس بعصير البرتقال عشان ياخد. لا تعالي بقى ده عصير برتقال ده ايه؟ هيبقى عصير برتقال بس هيديله طعم بدل الليمون. تمام. تغيير زي البط بالبرتقال. حلو قوي. فاحنا هننزل بعصير البرتقال كده. طيب احنا دلوقتي احنا نزلنا بعصير البرتقال وهتنزل هي بالتوابل تمام صغيره تمام. بهارات سمك يعني ايه؟ بهارات سمك يعني ايه تمام. وايه تاني؟ بس كده. بهارات سمك على فكره معظم المكون الاساسي فيها هتلاقوه فيها كمون كمون وعلى كزبره يعني، وبعد كده ممكن تلاقوا جنزبيل، ممكن تلاقوا توم باودر، ممكن تلاقوا حاجات كتير قوي. طيب احنا نسيب الدنيا بقى تغلي شويه كده، احنا حطينا على الرز وهنسيب خلطه سي فود الجامده دي. وعايزه اقول لك بقى ان احنا هنا دي سايبينها تغلي، واحنا عملنا ايه قبل الهواء قبل ما نرجع تاني من ايوه. احنا دلوقتي حطينا البصل الاخضر وقلبناه في شويه الزيت، وبعد كده نزلنا عليه بشويه ثوم، وبعدين نزلنا بالسي فود واحده واحده حاجه حاجه تمام. نقولهم بالترتيب حسب النار. بالصدفيات، وبعد كده نزلنا بالصبيط كان معايا الكابوريا الكابوريا وبعدين نزلنا بالجمبري وقلب الجندوفلي قلب الجندوفلي. أيوة. وبعدين في الاخر اخر حاجه نزلنا بالسمك لانه ده ما بيستحملش يعني تمام. بس هتاخد الغلوه بتاعتها ونطفي عليها، نحط لها بس قبل ما نطفي شويه شوربه وبقدونس. طيب هسالك سؤال برضو عشان التكنيك، في ناس كتير او انت اسكندرانيه وفاهمه، هل ممكن يتحط لها طماطم؟ ممكن يتحط لها طماطم اي حد عايزه. هل يتحط لها زي الفته بتاعت اللحمه خل مع الثوم؟ لا. يخلي وثوم؟ لا لا، لان هي عليها عصير برتقال فالمزازه موجوده. فكره عصير البرتقال محطوط ليه؟ بتدي مزازه لان احنا لان احنا متعودين ان الاسماك بتاخد ليمون كتير، فانا بتخفي الحده بتاعت الليمون. ايوه اديتها عصير برتقال هيديها طعم مختلف، هيديها طعم حلو جدا تمام. طيب احنا عايزين الكاميرا هنا بس قبل ما تفتحي الحله وتبصي على الرز. احنا وطينا على الرز، الكاميرا معانا هنا ثواني قبل ما بس عشان نشوف الطلعه دي مهمه قوي. ايدك عليها، نفتح الكاميرا. الكاميرا عندي. ايوه لا محتاج تقريبه ولا هتسيبيه؟ انا هسيبه لحد الاخر بعدين اقلبه في الاخر. طيب تمام. ده كده التركيبه بتاعتها للفته، دي فته سي فود ما فيهاش، هنحط بس شويه شوربه بس ما يغلي الاول هنا والبقدونس. ننزل بس البقدونس هنا اهو كده كده كويس. اقلب ولا اخليه؟ خلاص اقلب. اقلبه. ادي الرز بتاعنا استوى اهو بقى جميل. مدام فاطمه معانا؟ ايوه. ازيك يا شيف ايمن؟ مدام فاطمه ابو علي. ايوه يا اهلا بيك يا ست الكل. ازيك؟ ازيك منور والله. الله يعزك يا فندم، منورانا والله. تسلم يا رب. شيف رانيا معانا معاك اهي حبيبتي يا فاطمه. حبيبتي ازيك عامله ايه؟ لا روعه يا حبيبتي. لسه كنت بحكي مع شيف ايمن على حلقتك والله، بقول له انها من اجمل الحلقات اللي انا اتفرجت عليها والله. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت الاحسن يا رب. ربنا يخليك يا فاطمه وديم المعروف يا رب دايما يا حبيبتي. يا رب يا حبيبتي ويوفقك يا شيف ايمن يا رب، وربنا يخليك لينا اللي بتعمله معانا. ربنا يعزك يا فندم نورتينا. حلقه زي الفل الله يخليك. كتر خيرك يا فندم نورتينا يا فندم. هتحبي تعملي دلوقتي، انت عايزه تعملي سموزي ولا عايزه تقدمي طبق الفته؟ نقدمه ونخلصه. طيب نقدم طبق الفته. السموزي مش هياخد وقت خالص. تمام. هنزل بالعيش. العيش وبعد كده ادي انا جبت دي اقربها جنبك اهي ايوه كده خلاص. ارفع ده كده بس شويه بعيد عن ايدك. هنزل بس ايه
بتسقي طبعا من المرقه دي، واخده بقى كل الصوص هي بتاع وحتى لو نزل معايا من الحاجات الصغننات دي مفيش مشكله، ما خلاص ما هي خلاص بتاعتها يعني ما بالظبط ده يعني لو نزل نص الكميه هتبقى احسن، بس يعني اكون حريصه ان الصدفيات ما تنزلش عشان يعني عشان ما تقرمش في العيش. طب هسال سؤال، ما احنا ممكن نعمل حاجه برضو نقول للناس لو احنا بنقدر نفصل الصدفيات ونشيلها من قبل ما نقدمها لان هي هتبقى فته وهتخش في الرز، ممكن مفيش مشكله طبعًا. ممكن مفيش مشكله، ما احنا بناكلها بالمكرونه وبناكلها في الرز بالسي فود. صح. طيب معانا بسنت من اسكندريه. الو يا بسنت، ازيك؟ ازاي حضرتك يا سيدي؟ الحمد لله بفضل ونعمه، ازيك؟ الحمد لله بخير. اسكندريه منورانا الجميله النهارده رانيا ياسين. رانيا منورانا وكل اسكندريه كلها هنا. ايه شيف رانيا عامله ايه؟ الحمد لله يا بسبس، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه الاكل الجامد جدا ده؟ الله يخليك يا حبيبتي، من بعد ما عندكم ربنا يخليك يا رب. لا انا جوعت. ما عندهم كده؟ انا جوعت. اسكندريه اسكندريه ماريه وترابها زعفران. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك. احلى ايام ايام اسكندريه، واحلى بحر بحر اسكندريه. واحلى ناس في اسكندريه. احلى حاجه في اسكندريه. والله تسلمي لي يا بسنت يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليكي، منوره الشاشه ومنوره التلفزيون، وفعلا بجد وحشتينا جدا، وان شاء الله بعد كده اشوفك في برنامجك ان شاء الله باذن الله قريب. الله يخليكي يا حبيبتي، تبقى الانطلاقه من عند الشيف ايمن ان شاء الله. منوره شيف ايمن النهارده باكلاته الجميله، النهارده كمان عامله له اكل حلو قوي يعني. والله ده عامله لكم انتوا مش عامله لي انا. نورتينا يا بسنت، نورتينا. تحياتي لكل اهل اسكندريه. بص يا شيف كده انا عايز اسالك قبل ما تختمي وتقفلي على العيش، لو انا حبيت استخدمه بعيش بلدي عادي محمص بلدي عادي. حلو طيب. عادي، بس هو انا متاثره شويه في اكلي بالسوريين السوري بصراحه، الشامي السوري جيراني حبايبي مدلعيني يعني، فتلاقيني دايما بميل كده. انت عشتي شويه بره مصر؟ انا عشت في السعوديه، وعشت في ليبيا، وعشت في الامارات بس السوريين جولي لحد عندي بطوطه يعني. طيب بس السوريين جولي بصراحه لحد عندي ما شاء الله، فبتعلم منهم بصراحه، ببعت لهم تحيه. تمام. مطبخهم رائع يعني. طبعا المطبخ الشامي مش عايز اقول لك، والمطبخ السوري تحديدا ده مطبخ يعني من اشهر المطابخ في العالم. طبعا تحيه كبيره جدا لكل اخواتنا السوريين. ممكن بقى ايه؟ انت بقى اقول هنحط الاول السي فود وبعدين ننزل بالفلفل الالوان. انزلي بقى زي ما انت عايزه وظبطي حالك كده. بس احنا ممكن معانا حوريه من اسكندريه. معانا حوريه. معانا حوريه من اسكندريه. لا مش حوريه. امال ايه؟ مش حوريه يا شيف. فوقيه. هم قالوا لي حوريه والله. ماشي، فوقيه من اسكندريه. الله يخليك، ازيك يا شيف؟ ازيك انت عامله ايه؟ بخير الحمد لله. منور يا شيف، منورنا بضيوفك الحلوين اللي في الجبل. كل ضيوفنا حلوين ومنورين، وخصوصا النهارده منورانا شيف رانيا. دي حبيبتي، دي تسلمي لي يا حبيبتي. بعد اذنك اكلمها بقى. اتفضل معاك. ايه؟ الله يخليك، ازيك يا روني؟ ازيك يا فوفه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي، منوره ومنوره شاشه فن وبتسلم ايدك وفكرتيني اكل اسكندريه. انا باكل سمك النهارده يا راجل. الله، لا انا اركب واجي بعد البرنامج على طول بقى. يلا يا ما تيجوا انتوا بقى، ما تيجوا انتوا. والله الاكل هنا جاهز يعني، لو حابين تيجوا تعالوا نورونا يعني. نورتينا. سلمنا على كل الكرو بتاع القناه، وشافين او شيف ايمن سلمنا عليه كتير. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يسلمك. حضرتك شيف ايمن تسلمي، نورتينا.